للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر، ومن واشنطن مراسلنا مجدي يزجي. أهلا بكم. أبدأ منك سمير، يعني كيف تبدو أجواء زيارة بلينكن حتى الآن وأبرز ما يرد حولها؟ يعني يمكن القول بأنها زيارة مهمة تحظى باهتمام بالغ من الطرفين، سواء من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أو من الجانب المصري الذي يعني سيبدأ مباحثاته مع بلينكين في يوم غد بشكل رسمي. بلينكين في الساعات الأخيرة ومنذ وصوله القاهرة أجرى لقاء موسعا مع عدد من القيادات الشابة المصرية، جاءت بدعوة من السفارة الأمريكية في القاهرة وعقدت في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم بعد ذلك توجه إلى لقاء عدد من العاملين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وعائلاتهم. غدا اللقاءات الرسمية. جدول أعمال بلينكين أكدت عليه الأطراف في القاهرة وواشنطن، الذي يتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها العلاقات الثنائية التي شهدت تأكيدا من جانب أنتوني بلينكين على أهميتها وعمقها، ليس فقط على المستوى الشعبي ولكن على المستوى الرسمي عفوا، ولكن أيضا على المستوى الشعبي، وهذا ظهر جليا في لقاء بلينكين مع الشباب المصريين. الأمر الآخر وهو ما يتعلق بوقف وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صحيح أن هناك توافقا مصريا أمريكيا على حل الدولتين، ولكن الشقة واسعة والفجوة كبيرة بين الموقف المصري والعربي وبين الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء فيما يتعلق بقضيتي الاستيطان أو ما يتعلق بتهويد القدس، وهما الملفان اللذان يعني أججا نيران الخلافات وتصاعد العنف في المنطقة منذ أسابيع. الأمر الآخر وهو ما يتعلق بقضايا الاستقرار الإقليمي والدولي، وفي هذا نلاحظ أن هناك ثلاث قضايا رئيسية على جدول أعمال هذه الزيارة، يكمل بها بلينكين ما بدأه رئيس المخابرات المركزية الأمريكية في زيارته للقاهرة، وهي ما يتعلق بالملف الليبي والملف السوداني وملف سد النهضة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذه الملفات على جدول أعمال بلينكين، ولكن عنوان هذه الزيارة العريض بسبب التوتر الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو كيف يمكن التوصل إلى تهدئة في بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كيف يمكن التوصل إلى صيغة تقود إلى عودة مرة أخرى لمسار التسوية وفقا لحل الدولتين الذي أكدت عليه أمريكا وأكدت عليه الخارجية الأمريكية صباح هذا اليوم. أتحول إليك من واشنطن مجدي يزجي، يعني ما الذي تنظر إليه واشنطن أو ما الذي تعول عليه واشنطن من خلال هذه الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط الذي تبدأها بالقاهرة بعدها إلى إسرائيل وفلسطين، خصوصا في ظل الدور الهام الذي تلعبه القاهرة في هذا الإطار؟ مروج، تعويل كبير جدا من واشنطن على الشراكة الاستراتيجية مع الحليف الهام جدا مصر في المنطقة، وتحديدا في هذه اللحظة الفارقة بسبب تأجيج وحالة الأمنية غير المستقرة طبعا التي تعيشها إسرائيل وكذلك فلسطين في ضوء الأيام الماضية والعمليات العسكرية والأمنية التي جرت خلال الساعات 48 الماضية، وبالتالي تعويل كبير جدا على هذه الشراكة الاستراتيجية البارزة واللافتة الأمريكية المصرية لتنفيس الاحتقان ونزع فتيل الأزمة الأمنية وعودة الأمور إلى حالها البناء على عملية السلام، وتحديدا رؤية هذه الإدارة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة حل الدولتين، أن تكون هناك دولة فلسطينية جنبا إلى جنب إلى جانب حدود الدولة الإسرائيلية. هذا ما تريد أن تصل إليه في النهاية، وتفعيل وإطلاق مرة أخرى جديدة عملية السلام التي توقفت وتجمدت في الفترة الأخيرة. هذه الإدارة أيضا لا يغيب عنها موضوع أن الحكومة الجديدة الإسرائيلية، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هي حكومة يمين متشدد، وأرسلت أكثر من مرة رسائل غير مباشرة ومنها المباشر غير المعلن وغير البيانات الرسمية مروج التي تخرج إلى الإعلام، بأنها تدرك تماما أن حكومة يمين متشدد في إسرائيل قد تفجر الأوضاع أمنيا، وهذا ما نبهت إليه حتى قبل العملية العسكرية الإسرائيلية التي جرت في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي هناك إدراك لهذه الحقائق على الأرض، وهناك تعامل معها بأكثر من زيارة لمسؤول أمريكي بارز قبل وصول بلينكين نفسه، والآن تعويل على الشراكة المصرية الاستراتيجية الفاعلة. بلينكين قبل وصوله إلى القاهرة استبق ذلك ببيان مطول جدا من الخارجية الأمريكية مروج، تحدثت عن أهمية العلاقات الأمريكية المصرية التي تعود إلى أكثر من 100 عام من الزمن، وأن هذه الشراكة لا تبني فقط على الأمور السياسية وحال المنطقة، وإنما على الأمور الاقتصادية والعلاقة بين الدولتين اقتصاديا وأيضا في السياسات
الدفاعية الخاصة بمصر وضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات الدفاعية المصرية، بالإضافة إلى ملفات كثيرة جدا منها التغير المناخي، وأيضا وعلى رأسها قد يكون بالإضافة إلى الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي هناك موضوع الأزمة الأوكرانية وضرورة أيضا استخدام الدولة المصري في هذه الأزمة. مروج، شكرا جزيلا لكما مجدي يازجي من واشنطن، وأشكر أيضا مراسلنا من القاهرة سمير عمر، أشكركما.